كريمة سكرتيرتي. أصل السكرتيرية هي وجهة رجال الأعمال. صحيح هي ما تنفعش حتى وجهة محل، بس هي سكرتيرة مؤقتة لحد ربنا ما ياخدها. إيه صباح الخير حبيبي جمعة، أنت بتعمل إيه في حمامنا؟ جايب لك شغلانة سوق. زبونة كانت عندي بتقص. روح العنوان ده وأنت هتعرف كل حاجة. يلا سلام. أقعد افطر معايا حبيبي. يفطر فين؟ في زبون جوه، امشي عنه. لازم تمشي حالا. أوكي يلا زبون جوه. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. محسوبك المعلم عبدو اجاني صاحب مكتب حانوتي الشباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ما تاخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعاء في ايه؟ لا الدعايه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا بالذات، لان لا مؤاخذه انا شغلي كله حديث. يا ما شاء الله. شوف يا استاذ، انا عايزك تعمل لي دعايه تهز المقابر. تهز المقابر. طيب انا بتهيالي نبتدي بالتسويق الاول. انا ممكن اعمل لك عرض لمده شهر بس، الميت عليه ميت مجانا. حلو. وممكن نسجل سيديهات عليها صويت. الله حلو ده، انا موافق. انا عايزك كمان مؤاخذه تعمل لي شريحه في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك. بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شويه. يا استاذ اعمل ميزانيتك ما يهمكش حاجه. اوه افتكرت، انا عايزك تعمل لي كروتا. ماشي، اعمل لك كروتا كده بشريطه سودا واكتب لك عليها وحده. ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعه. لا لا تكون وشك حلو عليه. اتفضل. طب يا ست اعوذ بالله، ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفن ده يا عمو؟ مال الفن ده شربات، تعال اشرب خد خير ان شاء الله. طول ما بيشربوش غير قهوه ساده كنت تعملي اي حاجه سودا. يا عم اجرني. خلاص يا استاذ. استنى بس، خلاص حصل خير بقى. خلاص 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 ادلوقي في الحوض. خلاص راح الشربات. خلاص يا مؤاخذه دي السوى عشان الدعايه. سوى ايه الحلاوه دي؟ وانا معاك زي الفلوس دي، مش المبلغ كله، دول قرشين كده تحت التراب. تحت الحساب. طيب استاذن انا بقى. ماشي يا سيدي، سعيكم مشكور. رفع الله وسعك. اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ يلا خش تعالى حبيب قلبي. حتى الحنوت عايز يعمل اعلان. ايه اخبار؟ امسك يا سيدي. ايه دول؟ دول 250 جنيه حساب فكرة اعلان البطاطس. لا يا راجل، عجبتهم؟ دغدغة الدنيا يا ابني. انت ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ على خفيف كده. امسك يا سيدي، ده اعلان جديد. لا لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ جل للاطفال؟ جل كيرلي، جل للاطفال الشعبيين. يا سلام. يا ابني الشعبيين ليهم منطق خاص. اولا اسم كيرلي ده ما ياكلش معه. احنا ممكن نغير الاسم ده ونخليه حاجة حرشة كده، عارف؟ جل 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 زحلقة، جل زحلقة بطعم الكاتشب. اعمل اللي انت عايزه. طب ماشي تمام. انا ماشي بقى. بقولك ايه، انت رايح فين؟ انا رايح مدينة نصر. طب كويس قوي قوي، توصلني بقى معاك في سكتك. ليه انت رايح فين؟ الهرم. صباح الخير يا ادهم بيه. صباح الخير يا سامي. هاتي لك شوفات حساب البنوك كلها. ها حاضر. الو ايوه يا ملك. ايه مال موبايلك؟ طب معلش معلش ملك، فكري بقى بسرعه فيلم من افلامك لحسن ما باجي طلب شوف حسابات البنك. طيب يلا يا ملك، باي باي. جاهزين يا واد يا صفصف؟ جاهزين يا معلمه. طب يلا رقص. هوبا. خلاص حضني شك وشفتك عقلي شك، الأنسة زيزي جوه؟ الأنسة؟ اه موجودة اتفضل. هي دي اللعبة. شكرا يا أنسة زيزي؟ أنسة؟ في حاجة حضرتك؟ أصل بقالي كتير ما سمعتهاش. بتضحكي الضحكة دي.
اهلا وتطلع مين بقى بسلام؟ انا رشدي، رشدي بتاع الدعايه من طرف جمعه كوافيركي. طب تعال اقعد. تعال. ممكن بقى اعرف يا انسه مش زيزي ايه نوع السلعه اللي حضرتك عايزه تعليني عنها؟ سلعه؟ وانت شايفني قدامك ايه؟ علبة سمنة؟ ده انا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسم وشنط بلاستيك واقلام ونتايج. ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدلية؟ وانت مالك انت؟ هو انت شريكي؟ ان شاء الله تطبعي مسكيات. وعايزاك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي. حلمتي؟ ماشي. بس دي عريانة قوي. جرى يا اخويا؟ هو انت شايفني قدامك مدرسة؟ بقولك ايه؟ انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش شايف الاتنين اللي وراك دول؟ الحقيقة شايف حتت منهم. تخيل انت بقى يا عنيا الحتت دي ممكن تعمل فيك ايه؟ لا في صورة عريانة اكتر من كده؟ طب جوز حضرتك موافق على الصورة دي؟ اهو جه. خبي الصورة دي، خبي الصورة دي. تعالى يا حام، تعالى يا حبيبي، قول لي ايه رأيك في الصورة دي؟ حلوة قوي يا حبيبتي. عجبتك؟ ده مبسوط. عندك مانع؟ لا ابدا، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطة زي الفل، ما عنديش اي مانع. ماشي انا راح اخلص الشغل واجي لك على طول وعينيا ليك. يا سلام، يا السلام عليكم. سلام عامر. الله على شنبك. الله. السلام عليكم. ممكن تطفي السيجارة؟ ايه؟ دي محطة بنزين ممنوع. ايوه بس لسه مولعها. طب بقول لك ايه؟ لف لفة كده عقبال ما اخلصها. العربية ما فيهاش ولا نقطة بنزين. طب خلاص، انت مزعل ليه؟ كفاية كفاية، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته، كذاب. يا ساتي. احط كام؟ حط 10-80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. التمانين بيخلي العربية تكركر. تكركر ده ايه؟ وانا راكب جوزة. حط وانت ساكن. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. مش هفتح، مش هفتح الا لما ترجع لي الموبايل. بقول لك افتحي. ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح، مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتلوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حبسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايزه اموت كده. طيب يا ملك، طيب يا بنتي. يا بابي الوديعه معادها شهر 5. تكسر الوديعة قبل معادها بيومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه ما تديهم فين؟ رد عليا. البورصة ده في البورصة. بورصة؟ يا دي البورصة. ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي اللي عمرك ما بتسيبني منها يا حبيبي. ها؟ البورصة، البورصة دلوقتي قطعنا دم ودوت الشارع وبعدين دي فلوسي ورثة أمي. أمك، أمك كانت شحاتة. أمك ما عرفتهاش حاجة يا أختي. أنا اللي كنت بنت الفلوس من أمك قبل ما تموت. ويا رب أموت أنا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا أختي. يا رب تموتي وروحي في ستين داهية. يا رب، يا رب ريحني منها. يا رب ريحني منها بقى يا رب. وادي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكرة. ده شغل، شغل يا جهلة. طب ما روحتش؟ لا. في ايه؟ الله، في ايه مالك؟ في ايه يا بنت مالك؟ الله الله يا كريمة. كريمة بقى. بس يا كريمة. الله، في ايه يا بنت؟ في ايه؟ الفنانة الحملات الرهيبة دي؟ دي مش رهيبة، دي جل. دي حلوة قوي.
شكرا. انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنلات؟ لا لا، طب بص اديله رنة وهو هيتصل بيك. رنة، عارف انا موضوع رنة ده. بقولك ايه يا كريمة؟ نعم. انت ما بتزهقيش؟ هو انت شايفني وحشة؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا، ما انت كنت تقعد ده رقصات، دلوقتي انا اللي طلعت وحشة. احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقاصة والحنوتي على الكمبيوتر هنا، انقليه على ديسك وبعتيه المطبعة وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمة ولا مش فاهمة؟ حاضر. اوعي. ماشي يا رشدي، اشوف انا ولا رقاص. دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها. يا ادهم بيه، حضرتك ليك منافسين كتير، اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه. ما هو ده اللي مجنني، الغسالات ما بتتباعش ليه؟ الناس بطلت تنضف. يا ادهم بيه، انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا، عشان كده انا عندي اقتراح، احنا نصرف اكتر في الدعايه. ده بيقول لي نصرف يا رد يا استاذ، انا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنه، في السنه 150,000 جنيه، وجاي دلوقتي تقول لي اصرف تاني. يا ادهم بيه، ده المنافس بيدفع فوق المليون. مين ماشي يا رد؟ ارجع عاد وماشي يا لطفي. يلا يلا ماشي يا لطفي. يلا يلا، مع الف سلامة. الف ايه؟ ليه التبذير بتاعك ده الف؟ يلا في داهية، يلا 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 بقى، خليك غرقان في خسارتك. حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي، وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشاي بتاعه قبل ما يمشي. ايه يا واد، مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود. ايوه ايوه. عم حامد مالك في ايه؟ تعيان ولا ايه؟ انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد؟ عم حامد مالك؟ بقى انا الموت عليا حق، موتوه. هو ايه اللي حصل؟ بقى يا سيدي كهرباء اخر الاحزان، حزنوه. لا لا لا، ايوه حصل. انا المعلم اجاني على سن ورمح، خلتني ركاسه مصر الاولى. ها حصل ده؟ انا ما كنت تحط هنا متين ايه وسوار ايه؟ هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك هنا، اشوفك في الاخره بقى. اخرابك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. سيب عينك الشمال يلا. بس للدرجه دي الرقاصه والحنوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم؟ بس لا يا اخي، انا بجد وحي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي. معلش معلش، تلاقي بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت السرعه. المهم فين الشغل يا عم انت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي، تسلم دماغك. اي خدمه يا عم. ودول يا سيدي 200 جنيه. بقولك ايه يا سموحه، ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه، لحسن حالا اشفرك بدل التنقيط ده. يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبهولك ده، الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ. يا سيدي اهو اجرب. انت حر، هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي، زبون 100 100. ليه قصة كده بحكيها لك بعدين. بس اوعى تقول انك من طرفي. عيب يا عم، هو انا عيل اقول انك من طرفي؟ ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله. تاخد بقى ايه بقى اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ مش عارف، التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى، حاولت اجيب له الثانيه مش عايز، الزر ضيق شويه. لا بنرمي الزباله ده. زباله؟ ده بيجيب الجزيره ده. جزيره؟ اه جزيره ايه؟ جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه. خلص البنت، خليها تتنقل تزف. حاضر يا ستي، هي بتتجوز ولا بتولد؟ والله ليه يا حبيبي؟ في ايه يا جمعه؟ ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه، امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي، الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت. خلاص خلاص، شطبنا، اتفضلي. يلا يا بنت كمان ظبطنا. Thank you.
بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجي لك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى هنقضي ليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده، انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم عادي، مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه، هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس، دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي، دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص، شايف النسوان عامله ازاي؟ انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي امشي امشي امشي، انزلي تحت وقفي تحت السلم امشي. جمعه لو سمحت ماشي الناس دي حالا حالا. يلا قصيت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك امشي. مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا امشي. مبسوط مبسوط يا زفت؟ طيرت 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح. سامح ده بيسرق افكارك بملايين. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم هردها لي، دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي. اه طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليك وعلى ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص، يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا. اي خدمه؟ انا كلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه. مين حضرتك؟ انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي مش نقطه تقريها. طب معلش انا اسفه قوي، حضرتك روح عند الانسه غاده. حصل خير حصل خير. صباح الخير. ايه مفيش منديل لو سمحتي بس امسح النضاره، اصلا مستورده مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتتاب جديد، عارف يعني ايه اكتتاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيني عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعوض خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربية بعد كده. هات يا بنتي مفيش عربية. ايه يا بابا دي امي كانت جايبها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما نام. انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهاري كسوت ومنيل. سجاير؟ يحصلي السجاير دي كمان؟ مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف هعرف كل حاجة ومفيش ولا مليم بعد كده. هات المفاتيح. يلا انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا هسيب شرب بنزين وخلاص. انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن استراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. سلام عليكم. رايح فين؟ ها قلت اقف شويه. في ايه يا انكل؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ ولا كلمه. تعالي قولي ها ها ها. انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك؟ ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي يا باظة. وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لم حاجتك بسرعه. يلا اتفضل.
انا ايوه انت اتفضل عطوري جه طيب. سيبي انا داخل. يا رب يا ساتر. بره انت بره، ده انت مجنون، الكل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت، انت بره، انت كده بتخسرني يا سيدي، ده انت خسرتك مكسب. بره بره. اسمع بس انا عايز اقول لك ايه تاني. هو كان في اولاني قلت بره. طب ماشي حاضر حاضر، بص خد الكارت بتاعي معاك، خليه معاك احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي يا باظه، زكي روسو، اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قله قله ايه؟ قله ايه يا انت؟ قله ايه؟ قله ايه؟ قله ايه؟ قله ايه؟ اصبر، مش لاقي غير قله الادب. قله تصدق ملهاش؟ شفت حاجه تحير؟ ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير بيصير ويكبر يا ادب، يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي انا هربيه، انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. اتفرجوا شوفوا شغلكم يلا. وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. حاجه غريبه. قلت لك سامع ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي، دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب تعمل ايه؟ ها عايز اشوف قفايا متصرح ولا لا. ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحه يا خمس نجوم، ما تقلقش ده كلهم حبايب واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله كويس، ده اوانه. رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكم على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم ما تخافش. ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات. كنت شد. ايه ده مخدرات ده يا راجل؟ حبيبي مساء الفل. مساء العشاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى راح في بدايه. انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعمية. طعمية؟ هو أنا قلت طعمية؟ يبقى أنا قلت بس. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك نوصي بالي في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ في إيه في إيه؟ مصيبة إيه؟ طنطة، ازيك يا طنطة؟ ازيك يا حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن ديت جنن، تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتلي. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايز انام، بقالك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه؟ يا ولاد صباح على خير. وانتي بالامن يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه الله
الو الو بابا، انا اتخطفت يا بابا. بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس ملك؟ مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه قولي لي. انت مشوفه يا حبيبي؟ الحاج يا بابا. اسمه ايه؟ اسمه ايه الكلب ده؟ بس يا بابا. اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكه دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ اه وريني. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجه. بتوريني يا جدع؟ ما فيهاش حاجه، احنا اخوات يا عم. والحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسه يا معلم، كبسه يا معلم. ايه كبسه؟ كبسه يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه ده؟ انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. انت من عليك سايكو ولا مين فيكوا بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى وراح فين؟ معلم جد ايه؟ بطل تواضع بقى. المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر المخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش، حاول تفتكر فين الحشيش. مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. انا مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعادتك، باشا ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم. مش الجايات اكتر. يلا. وانت من قال يا باشا كده؟ الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش؟ فيك اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحه صهاري شتى ودمي عدلوا يا ايه الجنان اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي قبضه ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته، مليها لي. الو، ايوه انا رشدي اباظه. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقة أصل أنا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر. ربعاية وأكون عندكم. أيوه عارف المكان، عارف. ماشي سلام. ولا جمعة جالي شغل يالا. المكان ده وشه حلو عليا. أشوفك بكرة. سلام حبيبي. مساء الخير. رشدي؟ أيوه. أباظة؟ فعلا. ايه ده؟ مش انت اللي كنت في الشركة السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبة؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبة دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول، وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ اخدت منه الموبايل وقفلته. انتوا خاطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ إحنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتها.